بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في الديزاين من الويندو بتاع الديزاين. اتكلمنا في السيشن اللي فات عن الثيمز، وفي أول سيشن اتكلمنا عن الستوري لاين سايز سيت أب أو الستوري سايز سيت أب. يا شباب الجانب التاني معايا النهاردة هنتكلم عن الثيم كولرز. الفكرة بتاعت كولرز ديت يا جماعة بمثابة مجموعة من البريسيتس الجاهزة، ألوان مختلفة. طبعا كل ما ببتدي بقف على واحد بيعمل لي ايه، بيعمل لي بريفيو لي. طبعا الثيم يا جماعة بمنتهى البساطة عبارة عن كوليكشن من ألوان. يعني الثيم ده مش بس لون خلفية، ده كوليكشن من ألوان تبان. يا جماعة لو احنا عملنا كرييت نيو ثيم، لو احنا عايزين نبتدي نعمل كرييشن لثيم سبيشال خاص بينا، فبتلاقي بيقول لك اه والله ده انت عندك تكست باك جراوند، لو انت كنت محتاج دارك اور لايت اور دارك، عندي اكتر من لون اللي هو القصه بتاعت تبان الشكل من الارضيه يا جماعه، وعندي اكسنتات كتيره، وعندي هايبر لينكات وكنترولز وكاستمز. كل لون من دول يا جماعه بيدل على حاجه معينه. يعني مثلا الاكسنت ده كان خاص تقريبا بالفيل، في لون كان خاص بالبوردر اللي بيتحط حوالين البوتون، في لون كان بيتحط بالبوردر اللي حط حوالين التكست بوكس، في لون كان خاص بالنص، لون كان خاص بالفيل بتاع التكست بوكس، وهكذا. انت بتحضرت بتحاول تعدل على القصص ديت، وبتحاول تسمي الثيم بتاعك بالاسم ديت، وممكن طبعا تعمله سيف وتبتدي تعمله شيرنج مع الناس وتتبادله مع الناس اذا كنت حضرتك مصممه بشكل يسمح بنقله وتبادله مع الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.